يعني احنا معانا واحد من حبايبك هيكلمنا عن مميزاتك اكتر، كابتن رمضان السيد. الو، ازيك يا كابتن رمضان؟ تحياتي ليك يا سهام، وتحياتي طبعا لهاني رمزي العالمي، ودلوقتي ما شاء الله بقى عالمي كمان في الـ في الـ في الاعلام كمان. لا كابتن احنا لسه عايزين لسه رمضان. لا والله يا رمضان احنا عايزين نشد اعلام بقى ولا تدريب؟ الاثنين هو مميز فيهم. لا خليه، انا طبعا تجربه جديده بالنسبه لي وسعيد بيها، لكن طبعا الحب الكبير على الملعب يعني. والله برافو عليك يا ربنا يخليك كابتن، نورنا يا كابتن طبعا. ومعاك مش هقول بقى صديق الملاعب، ده اخ وعشق وذكريات جميله يعني. يعني انا هقول لك حاجه يعني، يا ماهر يا مهور يا رمضان، ازيك يا مهور حبيبي؟ وحشني يا مهور. يا ايه؟ وحشني والله حبيبي. كل يا مهور بدلعني. يا مهور انا بحسبه يا مهور. اه بنحسبه لقب يعني بينكم كده بين بعض، كنا نعرف قصته. ايه يا كابتن رمضان اللي بيميز كابتن ماهر همام بعيدا عن الملاعب؟ يعني انا هقول لك الاول، الحقيقه ماهر من اطيب الشخصيات اللي ممكن تتعاملي معاها في حياتك. حقيقة. والله يعني مش ممكن تلاقي، وجدعانه ورجوله، ويعني من الشخصيات اللي يعني طبيعي، شخص اي حد يتعامل معاه يعني يحبه بسرعه جدا جدا، وصاحب صاحبه وصديق واخ، حاجات جميله الحقيقه. ماهر همام يعني من اللعيبه ومن النجوم اللي جم في تاريخ الكره المصريه، من الحاجات المحترمه اللي جت في تاريخ الكره المصريه الحقيقه. ماهر يعني لما نيجي نتكلم عليه فنيا، انا في رايي ان هو كان من افضل السردباكيات اللي جت في تاريخ الكره المصريه. ان هو كان عنده ميزه يمكن ناقصه عند بعض المساكين اللي موجودين في الوقت الحالي، هاني. ويمكن طبعا هاني رمزي طبعا كان سردباك هاني خالص. ده انا هو كان انا محلي وهو دولي يعني، والله هو مثل الاعلى فعلا كابتن ماهر همام. انا كنت يعني صغير في السن، مثل الاعلى، وكان بيعجبني فيه زي ما بقول الحته اللي بيتكلم عليها، ان هو قوي بس مش عنيف، بيقطع الكوره بشكل مميز جدا. ده سردباك ما خدش انذار ولا طرد، اكيد من الناس المميزه اكيد يعني. يعني هو مثلا كان تميزه في الحقيقه في الكرات العاليه طبعا، ما فيش حد دلوقتي متميز زيه الحقيقه يعني. كان الحقيقه يعني ده كمان كان بيدي الحقيقه طمانينه لخط الدفاع كله، للخط كله، ان كل الكرات العاليه اللي هتروح 18 ماهر بيطلعها. حتى الكرات المواجهه والكرات العرضيه، ودي يمكن مش موجوده، يمكن ماهر بس اللي حظه وحش شويه ان هو بس ما جاش بالاحتراف، لان لو جه في الاحتراف، لان في سردباكات دلوقتي ممكن تكون بس بتعرف تباصي وبتعرف تعمل مش عارف ايه، ثمنها 30 40 مليون جنيه. ماهر كان ممكن يبقى ثمنه 100 مليون جنيه في التقييم بتاعه الحقيقه. ده حقيقي. ده حقيقي. يعني اولا على الارض يا هاني هو ما كانش بيتفلتك، من السردباكات اللي مزبوط. ما كانش بيتفلتك، ما عندوش ريسك، ما عندوش ميس باس خالص، كان على طول اسهل لعبه يحطها للي جنبه، يحطها بكره. بلغه الكوره كده العب اللي في وشك، يعني احنا دايما بنقول ما تحسش بيها. بالظبط. يعني يمكن قعد يلعب مثلا فترات كتيره جدا، اذا كان في منتخب مصر او اذا كان في النادي الاهلي، ما عملش خطا. يعني الخطا اللي هو ايه؟ اللي فيه ريسكو مثلا يجي جول فيك او بتاع، لا. يعني الحقيقه دي كانت من مميزات هاني. طبعا الحقيقه زي ما اقول لك ان كان وحش الحقيقه وهو بيلعب مساك في منتخب مصر او في النادي الاهلي، لا كان حاجه طبعا مستوى عالي جدا جدا جدا. بس طبعا يمكن انا عاوز اقول له برضه حاجه، حتى لو حضر الاحتراف الحقيقه، بس انا كنت خايف من هاني، ممكن من ماهر الحقيقه، ان ممكن بعد المستوى اللي هو كان فيه ده، وحد عرض عليه 600,000 جنيه زياده ولا لا لا مش هيسيب النادي. لا يا كابتن ماهر بامانه، كان في احتراف. هو بس كل شيء لما كان رايح بلجيكا، عايز ياخدك معاه انا ومحمد عباس وربيع. فاكر رمضان لما سال اللي هو مبروك؟ طبعا. ساله في افريقيا طبعا، فقال له مين من المجموعه دي ممكن يحترف؟ يعني انت رايح بلجيكا، فمين من دول ممكن تاخده معاك يعني لو اتاحت الفرصه يعني؟ فانا فاكر رد عليه وقال له، قال له من ورا اللي قدام ماهر همام وربيع ومحمد عباس. ده من دول الثلاثه اللي كان ممكن كالوتشاي شايف فيهم ان هم يحترفوا سهل قوي بره، بيلعبوا في اوروبا. وقال يعني عشان اوروبا ماهر همام كوره عاليه وطويل وبيجيدها، وربيع ياسين يعني سرعات وتغطيه ومحترف. طب ايه اللي حصل؟ احنا كان وقتها يعني ما فيش احتراف اصلا. انا عايز اخلي رمضان. طب احكي يا كابتن رمضان. احكي يا رمضان.
يعني بتكلم هاني الحقيقه يعني زي ما قلت لك ان كان من اللعيبه الجامده جدا الحقيقه، واعتقد ان انت يعني طبعا شفته وتابعته وانت صغير اكيد، يعني كان نموذج اكيد اكيد. انا كنت بقف على السور بتفرج على الكابتن ماهر هو ازاي بيتمرن ويطلع كمان الغريب في الموضوع تحس انه بيقف في الهواء شويه يعني 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 بيطلع وعارف البلونة. وشايفه وبعدين ساعات بيطلع من البالونه انا لو اعرف البالونه دي كنت جبتها من زمان. انا هقول لك انت حتى قلت لي يعني ان هو كان بيعمل حاجه غريبه جدا. هو كان كمان مش ان هو لما كان بيتعب كره على الارض كان بيسلمها لاقرب حد جنبه بالزبط. هو كمان لما كان في الكرات العاليه كان بيطلع ويبصيها لواحد يحطها لواحد يعني يحطها لواحد مظبوط. دي كمان برضك من ضمن الحاجات الجامده زي ما كان الحقيقه الكابتن علاء بوجريشا كان اميز لعيب كره شفته في حياتي بيلعب بدماغه والكرات العاليه كان بيقف في الهواء وبعدين يوجه الكوره كان بيعمل حاجه غريبه جدا يعني صحيح. ماهر الحقيقه يعني من اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر يعني اضافوا للكره المصريه كتير كتير يعني. في صور كتيره جدا جمعت حضراتكم وصور محفوره في يعني في القلوب اعتقد يعني اكتر بكتير من الصور اللي ممكن تكون مع اي حد في حضراتكم. الصوره دي اللي معروضة دلوقتي على الشاشة كابتن لو حضرتك بتتفرج احكي لنا كده ذكرياتها بتجمع حضرتك وبتجمع طبعا كابتن ماهر همام ويعني كباتن كتير. احكي لي مناسبتها للصورة دي وكابتن مصطفى عبده طبعا طبعا وخالد جد الله دي الطيارة يا رمضان اللي رحنا بيها راجعين طبعا رحنا بيها كتوكو همام ده 82 الطيارة الحربية 82 طبعا دي كانت في الطيارة الصورة دي كانت في الطيارة ماهر واحنا راجعين بالكاس يعني كاس افريقيا مصر كلها واللي طبعا يعني يمكن كان اول بقى نادي كان يدخل بطوله افريقيا بعد الاسماعيلي الحقيقه صحيح لمصر الحقيقه من البطولات الغاليه احنا جدا احنا من البطولات الغاليه جدا جدا وكان في ظروف صعبه جدا تعبنا فيها قوي تعبنا يمكن الزهام زي ما انا قعدنا اربع خمس سنين معاك والحلقه الحقيقه وقلت لكم ان احنا يعني يمكن احنا كنا هواه وعايشين حياه الاحتراف صح مظبوط احنا كنا نروح النادي الساعه 11 الصبح التمرين كان بيبقى الساعه 3 احنا نفسينا كنا بنعمل معسكرات نفسينا مع يمكن مع الكابتن محمود الخطيب وماهر ومختار وكان حمدي جمعه ويعني كان شطه كنا كمان بنكون في شطه كمان الحقيقه كنا مجموعه يعني حياتنا كلها كنا عايشينها في الكوره الحقيقه. يمكن حاليا دلوقتي ممكن ما تلاقيش الحاجات ديت ممكن تلاقي تمرين الساعه 3 في ليله مثلا بتيجي 3 ل 10 تربط الجلفه وتنزل لا احنا كنا عايشين حياه الاحتراف صح اليوم يعني الكامل ده كان باستمرار موجود على طول يعني طبعا ذكريات جميله يا كابتن ويعني معانا نجم كبير وحضرتك نجم كبير وذكريات جميله ودايما مستنيين من حضراتكم على مستوى كمان كابتن ماهر على مستوى قطاع الناشئين ان نطلع اجيال على مستوى عالي جدا وحضرتك كمان كابتن من المدربين المميزين ان شاء الله نشوفك في الدوري المصري ان شاء الله قريب كابتن رمضان السيد بنشكرك شكرا جزيلا شكرا شكرا لك كابتن شكرا يا رمضان كمان كان من اللعيبه الموهوبه هاني بشكل كبير يعني